هنشوفك في حاجه تانية سينما قريب يا اسطى. والله يا مسهل دعواتك ان شاء الله، دينا شغالين على مشروعين اهو، ربنا ييسر الحال ان شاء الله. السوشيال ميديا بالنسبه لمحمد يعني نعمه ولا نقمه؟ يا شيء غير مفهوم لغايه دلوقتي، انا بتعامل يعني على سجيتي زي ما بيقولوا، ويا رب تبقى الناس فهماني على السوشيال ميديا. طب ما حاول تقول لنا حاجه اكسكلوسيف عن المشاريع الجديده. اكسكلوسيف دلوقتي صعب، خلصها بس تبان ويا معاك اكسكلوسيف زي ما انت عايز. عايز اسالك كمان على حضره العمده، جالك انتقادات طبعا الشخصيه كانت مستفزه للناس، فهل جالك انتقادات او كده؟ انا اتروقت على السوشيال ميديا وكل حاجه. لا كتير لا ما بس كتير، اصل من ضمنهم واحد بيقول لي انا ما اعرفش المسلسل بيتكلم عن ايه، بس حسب الله ونعم الوكيل احتياطي. فيعني الراجل عامل حسابه. لو قابلت الشخصيه اللي انت هتنتقد، لو قابلت واحد زي ده تقول له ايه؟ هقول له ايه بقى؟ هو عارف هنقول له ايه؟ لا كلنا. لا ما هو عارف، اسمع مني هو عارف.